النهارده السبت 14 نوفمبر 2020، دي الأخبار الصبحة. الحمد لله البعثة المصرية في سقارة أعلنت إن النهارده هتعلن عن كشف أثري هام جدا. أعتقد ده الكشف اللي كان رئيس الوزراء نزل البير متعلق بحبل. كمان البعثة المصرية الروسية في دير البنات في الفيوم أعلنت عن اكتشاف سر الدنانير من الذهب من عصور العباسية المختلفة، عصر الرادي بالله والمقتدر بالله المعتصم بالله، 28 دينار ذهب، ربنا يزيده ويبارك. للأسف في طيارة هليكوبتر تبع القوات حفظ السلام في سيناء وقعت في طيران نتيجة عطل فني، وتوفى 8 من أفرادها من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان، يعني تعزينا الشديدة ليهم. بالنسبة لأخبار الرياضة، للأسف تم إعلان إصابة محمد صلاح بكورونا في نتيجة المسحتين، تم عمل نتيجة مسحتين لي والاتنين بوزيتيف للأسف. ده يقول لنا ان في مشكله في مصر، يعني يا ريت وزاره الصحه تبطل الاعلان الخايب بتاعها بتاع 10 اتصابوا و12 شفيوا و2 ماتوا. لا، الاعداد غير كده خالص، الاعداد كبيره جدا، الاعداد يعني ناس كتير انا اعرفهم اتصابوا، انا واحد منهم، ناس كتير من صحابي. دول احنا اعتزلنا، يعني احنا اعتزلنا، بس في ناس طبعا في طبقات تانية بتصاب وتنزل وتعيش حياتها وتروح شغلها وعادي خالص وما عندهاش مشاكل ووعية. دليل اتفرجوا على المترو حدث ولا حرج، اتفرجوا على الاسواق، اتفرجوا، ربنا يستر. البلاك فرايدي جاي الجمعة الجاية، ربنا يستر على الاسواق. يا ريت نرجع نلبس كمامة، الموضوع صعب جدا جدا، ما حسوش غير اللي تعب بيه. ما اقول لكمش قد ايه الموضوع متعب. يعني الحمد لله ربنا قومنا منه بالسلامه وقوم كل اللي انا اعرفهم، بس لا، موضوع متعب. ربنا يشفي الجميع، وريت ناخد بالنا اكتر من كده جدا. من الاخبار الحلوه برضو، فريده عثمان بطلتنا الذهبيه خدت الميداليه الذهبيه في بطوله الولايات المتحده المفتوحه للسباحه. الف مبروك، ربنا يزيد، ربنا يبارك.